بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. وصدق الحق تبارك وتعالى حيث يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء، المعصوم صلى الله عليه وسلم، فما أخطأ قط وما أساء، هو القدوة النيرة في الصبر على البلاء والعمل لدار البقاء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية طيبة مباركة، نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، واليوم الثاني من الأسبوع الدعوي من هذه الرحاب الطاهرة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن أسابيع دعوية متعددة، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وذلك برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وهذا اللقاء تحت عنوان قيمة العمل، فإن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وهو عبادة عظيمة لله وامتثال لأمره، عن طريقه تقوم الحياة وتزدهر الأوطان ويحدث الاستقرار. أمر به سبحانه وتعالى فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقد اعتبر الإسلام العمل نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، فقد رأى بعض الصحابة شابا قويا يسرع إلى عمله فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة
فهو في سبيل الشيطان. السادة الحضور، يحضر معنا في هذا اللقاء المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. يحضر معنا الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والدكتور منصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط، والشيخ حمدي عبد المتجلي علي مفتش المساجد، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. كما يحضر معنا أيضا في هذه الليلة المباركة قارئا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. كما يحضر معنا متحدثا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة. ويحضر معنا أيضا متحدثا فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي، إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير ما نستهل به فقرات هذا اللقاء المبارك القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الفشني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار رب الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل صورة سلامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والتي كانت خير بداية لفقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد شرفنا بالحضور في هذه الليلة المباركة كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط، والشيخ حمدي عبد المتجلي علي مفتش المساجد، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، لقد جعل الله الأرض مستقر حياة الإنسان ومعاشه في هذه الدنيا، وأوجد فيها الكثير من النعم، وسخر جميع المخلوقات لخدمته، ونوع له أبواب الرزق، وأمره بالسعي والعمل الصالح النافع الذي جعله سببا لمعاشه وعزته وقوته. فقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالمطلوب أن ينزل المسلم في ميادين الحياة مكافحا وإلى أبواب الرزق ساعيا، ولكن قلبه معلق بالله، وفكره لا يغيب عن مراقبة الله وخشيته والالتزام بحدوده والتقيد بأوامره. فقد قال الحق تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، يقول سيدنا لقمان لابنه ناصحا: عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذا اللقاء المبارك، ونستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه
سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب جامع ومسجد مولانا الإمام الحسين سبط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخ الكريم الأستاذ الإذاعي الكبير خالد الزنفلي، أصحاب الفضيلة العلماء الدعاء كل باسمه وعظيم رسمه، حضرات السادة عمار بيوت الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسنا ما تصنع وزارة الأوقاف بقيادة ورعاية وزيرها الزميل الفاضل معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة حفظه الله، وبمعاونة قيادات تلك الوزارة في إقامة هذه المنتديات والملتقيات الفكرية التي ما أحوج الناس إليها، فهي تصحح المفاهيم وتغذي الأرواح بوسطية الإسلام وسماحته ويسر تعاليمه، بعيدا عن الغلو والشطط والتطرف الذي لا يخدم الأمة في شيء بل يهدم ولا يبني، يفسد ولا يصلح. ونعم ما صنعت هذه الندوة حينما جعلت عنوان لقائها قيمة العمل في الإسلام. الإنسان منا مستخلف في الأرض، والله تبارك وتعالى ما استخلفنا إلا من أجل عمارة الكون وترقية حضارته. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقول علماء اللغة: السين والتاء للطلب، فيكون معنى القول الكريم طلب منكم عمارتها وترقيتها والنهوض بها في شتى جوانب الحياة. وهذا أمر لا يتحقق في المجتمعات الإنسانية إلا بالعمل وبذل الجهد والكدح والعرق، ومن ثم لو رحنا نستقرئ آيات القرآن الكريم ونتأمل هدي النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا منهاجا حري بكل مسلم يريد أن يحافظ على كرامته وعزته
وأن يعمل على بناء أمته ووطنه، أن يأخذ بهذا المنهاج ليكون نبراسا له في الحياة، عاملا. وكلنا عمال، كل في حقل تخصصه، وما أراده الله تبارك وتعالى له أن يكون فيه، بدءا من ولاة الأمر وانتهاء بأصحاب أي حرفة أو مهنة. كلنا جميعا نعمل من أجل أن نرقي الحياة ونحقق السعادة فيها، ونأخذ الزاد من هذه الحياة التي جعلها الله مزرعة للآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، تأمل الربط حينما أتت الآية الكريمة مصدرة بالشرط: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومقصود الشارع من الحياة الطيبة يعني بها الدنيا، يعني بها الحياة الأولى التي نعيشها ونأخذ الزاد منها إلى يوم المعاد، إلى يوم نعود فيه إلى ربنا فيسألنا: هل قصرنا في حق هذه الحياة التي وهبها الله لنا؟ هل أدينا واجبنا ووظيفتنا في عمارة الكون الذي استخلفنا فيه؟ هل تركنا أبناءنا وأوطاننا في حالة رغد من العيش وطمأنينة من الحياة بسبب ما غرسته أيدينا وعملته جوارحنا؟ هل تحققنا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صور لنا أنه لو قامت الدنيا وظهرت العلامات الكبرى التي تدل على نهاية الكون وكان في يد أحدنا شجرة تزرع، ما ينبغي أن يتركها بدون أن يزرعها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع، أي قبل أن يدركه الأجل، فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. هذا حث من سيدنا رسول الله لأمته أن تعمل حتى ولو اقترب الوعد الحق وظهر أمر الله. إن مفهوم العمل في الإسلام حضرات السادة مفهوم عام شامل، ولا يمكننا أن نقصر دلالات الألفاظ في آيات القرآن الكريم. في كل آية قرنت الإيمان بالعمل على العبادات، فيعد قصرنا لهذا المفهوم تضييقا لمدلول واسع قصده الشارع الحكيم في حياتنا الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أي عمل تقوم به، مهندسا، طبيبا، معلما، قاضيا، وزيرا، حاكما، عاملا، خفيرا،
حدادا، نجارا، سباكا، ايا كانت الحرف، فكله تعنيه الآية الكريمة: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. والذي يدل على صدق هذا المفهوم من دلالة الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يجوده، أن يحسنه، أن يخلص النية فيه لله. فما ينبغي لنا كمسلمين أن نقصر العمل في الآيات التي اقترنت بالإيمان على الفرائض والعبادات التي نؤديها، بل كل عمل يقوم به المسلم في الحياة هو عمل صالح سيثاب عليه يوم القيامة. والذي يقرأ آخر سورة الزمر، آخر سورة المزمل، سورة قيام الليل وفريضة القيام، يجد القرآن الكريم قدم الضرب ابتغاء الرزق والسعي من أجله على الجهاد في سبيل الله. إن ربك يعلم أنك تقوم، الخطاب لمن؟ لحضرة النبي، صلوا على نبيكم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم احترم العامل وقدره وبين منزلته في أحاديث كثيرة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وحينما رأى رجلا قد أثرت آلة العمل في يده، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا به قائلا له: هذه يد يحبها الله ورسوله. وحينما رأى رجلا لا يجد عملا، وخشي النبي أن يكون الرجل وأمثاله ممن يسببون انتشار بطالة في المجتمع، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل شريف يكسب منه ما يحفظ به كرامته، فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حزمة من الحطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. هذه هي قيمة العمل في الإسلام. وإياك إياك أن تحتقر أي عمل أو أي حرفة، فليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. أيها المسلمون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ملازما لسارية من سواري المسجد، الصحابة يصلون ويأخذون زادا من الصلاة لينطلقوا به في الحياة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن هذا الرجل رآه النبي ملازما لسارية من سواري المسجد، فلما تكرر ذلك منه سأله النبي: يا أبا أمامة، ما لي أراك ملازما لسارية من سواري المسجد؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني
وديون علي، تلك الديون أقعدتني فلم أستطع الحراك ولم أستطع السعي ولم أستطع مغادرة بيت الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة قادرا على أن يعطيه ما يسدد به دينه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دله على زاد إيماني يحقق به كفاءة في حياته حتى لا يعيش ذليلا مهانا. فقال له النبي: يا أبا أمامة، ألا أدلك على كلمات إن قلتها أذهب الله عنك همك وسدد لك دينك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل عقب كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: ما زلت أكررها حتى سدد الله عني ديني وأذهب عني همي وانطلقت في الحياة بإذن الله. أيها الشباب، رسالتي لكم أن انطلقوا في الحياة واعملوا وجدوا لتحافظوا على كرامتكم وعزتكم. لا تنتظروا السماء تمطر لكم ذهبا ولا الأرض تخرج لكم فضة، إنما كونوا كما أمركم ربكم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عندها تحققون السعادة لكم ولأبنائكم ولمن تعولون، وتحققون السعادة لمجتمعكم، فيفرح بكم ربكم ويفرح بكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم إنا نحمدك إذ خلقت هذا الوجود بقدرتك، وخلقت هذا الوجود على زوجية لنرى من خلال هذه الزوجية حقيقة وحدانيتك، وخلقت الإنسان وحددت آجاله وقدرت مآله لينتهي إلى فناء ثم إلى عدل وقضاء في ساح عدالتك. فتباركت اللهم ناشر السحاب معتق الرقاب، إليك المرجع والمآب. فاللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا أيها السادة، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، لقد جاء الإسلام داعيا أتباعه إلى العمل والسعي في هذه الأرض، وأوجب عليهم أن يكونوا الأقدر في الحياتين، فحثهم على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، كما حثهم على العمل في عمارة الأرض واتخاذ الأسباب المشروعة الكافلة للعيش عليها من حرث وتجارة وصناعة وغيرها. وكان من منته على عباده أن جعل الأرض لهم مستقرا وذلولا للسعي فيها وابتغاء الرزق وتحصيل المعايش منها، وأودع فيها الكثير من النعم، وسخر ما فيها من مخلوقات لخدمة هذا الإنسان،
فقال في كتابه العزيز: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. صدق الله العظيم. إن نظام هذه الحياة يتطلب السعي والعمل، فجميع المخلوقات من حولنا تسعى بجد وتعمل بنشاط، فكان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط، طارحا القعود والكسل وراءه ظهريا، حتى يقوم بما فرضته عليه طبيعة الإنسانية وهي سنة الله في خلقه، وبما أوحت إليه القوانين الشرعية. والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كلا على غيره، وهو يعلم أن الرزق منوط بالسعي. إخوة الإيمان، ونتابع معا فقرات هذا اللقاء المبارك، ونستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، خير الناس وأنفع الناس للناس، مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون سببا موصلا إلى مرضاتك، وسلم يا ربنا بعدد أنفاس مخلوقاتك. وبعد، فبداية نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى راعي هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يحرص على ترسيخ هذه القيم الفاضلة التي يحتاجها مجتمعنا. وأثني بتوجيه الشكر لأستاذي وأستاذنا جميعا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري على هذه الكلمة المباركة التي أؤكد على أنها أوفت واستوفت، فحق لي أن أقول بعد كلمته حفظه الله، يعني لا عطر بعد عروس، يعني ولكن من باب التجوز فقط، يعني أقبل الحديث بين يدي أستاذي، وما كان لمثلي أن يتحدث بين يدي مثله حفظه الله. أقول لحضراتكم جميعا أن ثمة وجهة نظر خاطئة تجاه قيمة العمل ينبغي أن تصحح. كل منا له عمل أقامه الله فيه، ولكن كثير منا يتذمر ويستثقل العمل الذي أقامه الله فيه، لأنه لا يعرف قيمة هذا العمل. إني أريد أن أسأل سؤالا، إذا سئلت ما هو
الحال الذي تريد أن يقبضك الله عليه؟ على أي حال تحب أن يتوفاك الله؟ هذا اختبار لصدق الإنسان، فالإنسان لا يخدع نفسه في الموت، كما قال سيدنا أبو بكر الصديق عندما حضرته الوفاة، يعني يقول: هذا هو الموضع الذي يؤمن فيه الكافر ويتقي فيه الفاجر، يعني لا مجال فيه للمخادعة. فإذا سئلت على أي حال تحب أن يحضرك الموت، فبعضنا يعني كل منا يتمنى أن يأتيه الموت على أحسن حال، البعض سيقول الصلاة، والبعض سيقول وهو صائم، والبعض سيقول وهو يقرأ القرآن. لكن اسمعوا إلى سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، سيدنا عمر أمنيته، أو يقول أن أحب موضع، يقول رضي الله عنه: ما من موضع أحب أن يأتيني فيه الموت من الموطن الذي أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. يعني الحال، أكرم حال يراه سيدنا عمر يحب أن يقبض فيه، هو الحال الذي يسعى فيه على كسب أهله، يحب أن يقبض على هذا الحال. إشارة أخرى مهمة نراها في قصة الكليم موسى عليه السلام، الذي أنزله الله منزلة عظيمة وجعله من أولي العزم من الرسل. على أي حال أتاه الفتح؟ لم يأتيه الفتح وهو يصلي، لم يأتيه الفتح وهو قائم يذكر الله، ولكن أتاه الفتح وهو يسعى على خدمة أهله. قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى. على أي حال أتاه الفتح والتجلي من الله وهو يسعى على أهله؟ هناك نظرة مهمة ينبغي أن نصححها إلى العمل، السعي على الرزق. سؤال آخر اسمحوا لي، السعي على الرزق هل يجلب الرزق؟ كلا. الله عز وجل هو الذي تكفل بالرزق، هذه قضية محسومة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أيضا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. القضية محسومة، لا مجال للجدال فيها. سعيك على الرزق لا يأتي بالرزق، الذي يأتي بالرزق هو الله، ولكنك تسعى على الرزق امتثالا لأمر الرزاق جل جلاله. والآية التي كررت على مسامعنا الآن، الله تعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني هو الذي مكنكم من الأرض ويسر لكم سبل السعي فيها، فامشوا في مناكبها. هذا أمر من الله عز وجل بالسعي على الرزق، وكلوا من رزقه. لم يقل من رزق العمل، ولا من رزق صاحب العمل، ولا من رزق كذا ولا كذا، ولكن من رزق الله. فالسعي على الرزق إنما هو امتثال لأمر الرازق جل جلاله. هكذا ينبغي أن تنظر إلى العمل، ليس مجرد سعي لكسب لقمة العيش، لا، الإنسان أكرم على الله من أن يضيع حياته في كسب لقمة العيش، بل الإنسان يفني حياته جهادا في سبيل الله. عملك الذي تعمله طالما كان حلالا وطالما كان نافعا للأمة هو عين الجهاد في سبيل الله. في طلب العلم، الطالب الذي يسعى على العلم، يقول سيدنا معاذ: من ظن أن غدوه ورواحه
في طلب العلم ليس جهادا في سبيل الله فقد نقص في رأيه وعقله، هذا في طلب العلم. في العمل الحديث الذي تلي علينا سابقا، الشاب الجلد الذي أعجب الصحابة رضي الله عنه فتوته وجلده، وكانوا يقول لو كان هذا في سبيل الله، فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وأخبرهم بأن سعيه على الرزق امتثالا لأمر الرزاق هو عينه جهاد في سبيل الله. فأنت إذا قمت إلى عملك في الصباح الباكر، إذا كانت وجهة نظرك أو نيتك أو همتك أن سعيك على طلب العلم فقط لكسب الرزق، لابد ستستثقله، لأن همة الإنسان لا تقبل هذه الدنية. وإنما إذا صحت نيتك وأنك تقوم مستيقظا في الصباح الباكر مصليا الفجر حاضرا في المسجد، ثم ترتدي أجمل ملابسك لتبدو للمجتمع في أبهى حلتك، ثم تذهب إلى عملك ممتطيا وسائل المواصلات على صعوبتها، متحملا ذلك، متحملا هذا العبء، كل هذا تحتسبه في سبيل الله. أنت تعمل عملا صالحا، كل خطوة في ميزان حسناتك، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. لكن إذا كنت تعمل بهذه النية، تجلس على مكتبك، تقوم في عملك الذي أقامك الله فيه، ثواب عظيم، لأنك إذا كنت تنوي بهذا قضاء حوائج الناس، كان جلوسك على مكتبك في مصلحتك الحكومية أو جلوسك في ورشتك التي تعمل فيها إذا كنت صانعا، أو في أي عمل أقامك الله فيه، أنت تقضي حوائج المسلمين وقضاء حاجة لمسلم، أن تمشي مع مسلم لتقضي حاجته خير من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا. شوف بقى لو أنت موظف وبيجي لك كم واحد كم مواطن وبتقضي حاجته وبتأدي مصلحته لله لوجه الله وامتثالا لأمر عملك أداء لعملك الذي كلفت به، إذا كنت تفعل بهذه النية انظر كم من الثواب الذي تأخذه، شريطة ألا يمنعك العمل عن أداء فريضة الله في وقتها. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالعمل تنال به هذا الثواب شريطة ألا يحجبك أو يمنعك أو يؤخرك عن أداء الفريضة. في هذه العجالة لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حركاتنا وسكناتنا وخطراتنا وكل خطواتنا في أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها جميعا في ميزان الحسنات. نحتسب على الله كل واحد منا إذا خرج من منزله وقال اللهم إني خرجت ابتغاء فضلك واتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وجهادا في سبيلك، كان له هذا الثواب إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم كل ما يكرهه ويأباه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إني أدعوك بقلب صادق وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق، حاجتي مصروفة إليك وآمالي موقوفة عليك، أين المفر منك إلا إليك، وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك، وقد جعلت الصبر عونا على بلائي والشكر سببا للمزيد من أعمالي، فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله
فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره، فوعيدك خشع من جلاله المقربون وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة. إخوة الإيمان، ينظر الإسلام إلى العمل على أنه مجد وشرف للمسلم وأداء لفريضة أوجبها لكل من يقدر عليها، وقد جاءت التشريعات الإسلامية للحث على العمل واستنكار الكسل والتقاعس والجلوس وانتظار الصدقات، ونهى الإسلام عن البطالة واعتياد الفقر وعدم الأخذ بالأسباب، فهو سبب من أسباب الذل والهوان، وضرره يعود على المجتمع كاملا ويفسد المصلحة العامة له. والمجتمع القوي إنما يقوى بأفراده ويضعف بضعفهم، لذلك كان الحل لعفة النفس وتحقيق الكسب والأخذ بأسباب الرزق هو العمل. وقد اعتبر الإسلام العمل من أهم وسائل التملك. إخوة الإيمان، شرفنا بالحضور في هذه الليلة المباركة كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، شرفنا الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة أوقاف وسط، والشيخ حمدي عبد المتجلي علي مفتش المساجد، والشيخ أيمن منصور عبد العزيز إمام وخطيب مسجد السيدة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، سأل رجل أحد العارفين وقال له: ما حال من بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول العارف بالله: إذا بكى المحب شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دموعه لا تسقط على الأرض، بل تأخذها الملائكة وتعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: وإني أحبه أيضا. ثم تأخذها الملائكة وترتفع بها إلى السماوات العلى ليخبروا بها الحق تبارك وتعالى وهو بها أعلم، فيقول الحق تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن له بكل قطرة منها ذنوب سنة كاملة، ولأجعلن قلبه يسطع بالنور التام، ولأجلسنه على مقاعد العز عندي لأنه بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، هيا بنا في هذه الليلة المباركة نرفع أكف الضراعة ونستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية
من المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا شعبنا وزرعنا وضرعنا وجندنا. وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من الكريم لمن دعا برضاه جنات عدن يوم أن يلقاه ويزيده رب العباد بنوره. يا سعد عبد يا
الكريم وستره وعطاه. سيدي يا رسول الله، سيدي حبيب الله، يا آل طه، يا صلوا عليه. يا آل طه، يا لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه هدية الله، هدية الله للدنيا ورحمته. الله الله أدبه طفلا نصلي جميعا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روض يلي فيك التجلي من العلالي يا نزلت ملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله شهدت نور وناب زور شهدت نور ونبى زور فرح فؤادي ونال سرور شهدت نور ونا بزور فرح فؤادي ونال سرور وانا امام الحبيب محمد صلى الله صلى الله لم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلوا عليه النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا بكم إلى ختام فقرات هذا اللقاء المبارك الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكان معنا قارئاً القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، ومتحدثاً الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، وفضيلة الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ولكم تحياتي خالد عبد القادر الزنفلي، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.